Audio Jungle. إذا إخواني السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم معنا على حصة جديدة اليوم وبرنامج جديد إن شاء الله. اليوم حصة الصبر، إذا دائما في مرحلة التمشي كما تابعتم معنا في الحصص الماضية إلى حصة الصبر، ومن فاتته تلك الحصة فما عليه إلا على الرابط معنا. كذلك حصة الكتف سوبر سيت كذلك التي يقوم بها الحصة الفائتة، ومن فاتته تلك الحصة وأراد مشاهدتها فما عليه إلا على الرابط أعلى. إذن اليوم كما قلنا حصة الصدر، الحمد لله يعني النتائج بدأت تظهر شيئا فشيئا بالنسبة للتنشيط كما لاحظتم خلال يعني أسبوع من التنشيط، الحمد لله يعني شخصيا أحس بأن هناك نتائج. إذن تابعوا معنا إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله ستظهر النتائج إن شاء الله، أكيد أنني سأحصل على نتائج أحسن. إذن اليوم حصة الصبر كما قلنا حصة الصبر بطبيعة الحال سوبر سيت دائما تواصل دائما على نظام تدريب سوبر سيت الذي يمكننا من ربح الوقت خلال الحصة، وكذلك يعني يمكننا من رفع شدة التدريب. إذن مسألتان مهمتان في هذا النظام التدريب. إذن كما قلنا الصبر متكون من عبر الجنوبية الصبر والوسطى والشدة. إذن تمارين اليوم سوبر سيت أربع سوبر سيت سنقوم بها ان شاء الله. اذا التمارين اذا ان شاء الله تابعوا معنا هذه الحصه، ونتمنى ان تنال اعجابكم ان شاء الله. لا تذهبوا بعيدا ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب. اذا لننظر في thank you.
الصدر طبيعة الحال صالح للتنشيف 6% 4-6% كما تابعتم معنا. إذا أتمنى إن شاء الله أن ينال إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتفعيل زر الإعجاب. تحياتي لكم جميعا وإلى حصة مقبلة.